يرسمون صورة حية لتدريبهم الراقي. وفي الأمام مباشرة وعلى برجي ميدان التدريب الجبلي ينطلق رجال الصاعقة، يستخدمون كافة الوسائل ما بين النزول والصعود من وإلى الارتفاعات العالية أثناء تنفيذ مهامهم المكلفين بها. في ساحة العرض نماذج من المهام الخاصة لرجال الصاعقة ضد مركبات العدو وأفراده. تبدأ باقتحام موتوسيكلات رباعية للعدو من الأمام والجنب بالقفز أعلى الموتوسيكل وعمل سباحة جوية والقضاء على قائد المركبة، ثم اقتحام دوريات استطلاع راكبة للعدو بالمواجهة ومن أسفل المركبة مع عمل خداع لقائد المركبة والركوب أسفلها لتنفيذ التعلق وتلغيم المركبة من أسفل. نموذج آخر من المهام الخاصة لرجال الصاعقة يتمثل في اقتراب وهجوم حذر لمركبتي استطلاع للعدو، وذلك بتنفيذ أعمال المناورة من أمام المركبة ثم القفز داخلها من الجنب والسيطرة عليها. إقدام لرجال الصاعقة فاقتحام مفاجئ لدورية راكبة للعدو والقضاء على من فيها. في ساحة العرض مينيباص محمل بقوة للعدو يتقدمه مركب التأمين، حيث يتم اقتحامه بواسطة رجال الصاعقة المحملين على مركبة للسيطرة عليه وتدميره. فاعتراض واقتحام لمركبات الاستطلاع المعادية باستخدام السلم المعلق بين المركبتين لنقل القوات وتنفيذ الاقتحام للقوة المعادية. كذلك السيطرة على دوريات استطلاع العدو الخفيفة، ثم اقتحام مفاجئ بالدراجات الآلية لعناصر الصاعقة للاستيلاء على مركبة استطلاع معادية. يسار ساحة العرض قول متحرك للعدو ممثل في مركبتين، تم اقتحامه باستخدام عناصر الصاعقة المحملة على دراجة آلية. ومن يسار المنصة تتقدم مركبة معادية تمثل دورية للعدو، يقترب منها رجال الصاعقة بواسطة ظهورهم المفاجئ، حيث يتم اقتحامها رجال الصاعقة الذين تمرسوا على قهر الصعاب وتحدي الخطر في البر والبحر والجو. الاشتباك الحر، مجموعة من رجال الصاعقة يقدمون مهارة القتال المتلاحم باستخدام الأسلحة والمعدات المبتكرة. درجات الاحتراف والمهارة لمقاتل الصاعقة يتمثل في اجتياز الحوائط الصناعية. رجال صدق فيهم قول قائلهم الأعلى بأنهم يبذلون الروح فداء للوطن. عشت لمصر قائدا وزعيما وباعثا لنهضتها الحديثة.